إذا خيروك بين حبيبك ورفيقتك، مين بتختاري؟ صعب هديلي. في اختار الاثنين. ما في ينقي حدا. يعني اكثر رفيقه عندك اياها قديش لك انت وياها؟ 15 سنة. حبيبك قد ايه له؟ اكيد جديد. بغض النظر جديد، ما فيك، الحب ما بينقاس بالسنين. سوري عم بحكي حبيبك. هلا قديش لك انت وحبيبك مثلا؟ مش بسنين. ممكن 3-4 مثلا. 4 سنين ممكن. اختار رفيقتي. لا 15 سنة. حبيبك جديد 3 سنين. ما عم قلك الحب ما بينقاس بالوقت. صح. شو غنى وائل كفوري للأسى للحب؟ حب بعمره. هي بتحب وائل. الحب بعمره ما بينقاس بالمال وبالمظاهر. بتقولوا لي ما في حب يا عمي.